على حسب تصريحات الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك بعد المباراة، قال إنها التواء في الكاحل، وإن هم يعني حبوا يخرجوا زيزو للحفاظ عليه، ما حبوش يغامروا بيه يعني إن هو يكمل ويلعب على الإصابة، وده موقف كويس طبعا. وقال إن الإصابة يعني مش هتعطله عن مباراة نهائي الكاس. طبعا جماهير نادي الزمالك كلها قلقانة علشان نهائي كاس مصر اللي هيكون ما بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس إن شاء الله. طبعا فاضل حوالي 12 يوم تقريبا أو 11 يوم، فهل الفترة دي كافية لعلاج زيزو ولا لا؟ الدكتور محمد أسامة بيأكد إن هو هيلحق بالمباراة لأنه مجرد التواء في الكاحل. بس أنا بقول لحضرتك إن الالتواء ده برضه بياخد وقت، بياخد وقت. هل زيزو هيبقى جاهز للمباراة فنيا؟ هو ممكن يكون جاهز طبيا، لكن ممكن يكون جاهز فنيا وبدنيا، ده اللي الأيام القادمة هتثبته. لكن طبعا التواء في الكاحل ده بتكون إصابة رخمة شوية، بتعمل تورم طبعا في القدم. طيب خلينا نرجع مع حضرتك لجملة لسه قايلها، وهي فكرة إن احنا ما نقدرش نحكم على مدرب الزمالك جوزيه جوميز دلوقتي، لسه محتاج شوية وقت، ولكن في بارقة أمل حضرتك قلتها برضو، إن هو راجل تحمل مسؤوليته عن التراجع في الشوط الثاني، وده ما بيحصلش. صحيح. فدي بداية كده بشرة خير زي ما بنقول. صحيح. توقعاتك أو شايف إنه جوميز هيقدر يتعامل مع لعيبة نادي الزمالك ومع نادي الزمالك، لأنه زي ما حضرتك قلت هي في الأول وفي الآخر هي مدرب، شخصية الفريق مدرب في الملعب. صحيح. شايفه هيعرف يتعامل مع الزمالك؟ هنشوف شكل للزمالك مختلف، نادي الزمالك نادي كبير وعريق ودي قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، هيعرف جوميز يفرق أو يسيب بصمة مع نادي الزمالك؟ أنا يعني بشوف إنه دايما المدربين البرتغاليين عندهم شخصية قوية، واضح إن الراجل عنده الشخصية دي وبيتحمل المسؤولية من البداية، فدي زي ما حضرتك قلتي حاجة مبشرة. هيعمل إيه مع نادي الزمالك ده لسه ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي، ولكن أنا بقول إن هو محتاج وقت. الوقت ده يعني أنا شايف إنه خلال بقية الموسم هيبان شغل الراجل، لكن مش شرط إن هو مثلا ينافس على الدوري، مسألة مش سهلة إن نادي الزمالك بصفقات لسه ما انسجمتش ان هو ينافس على بطوله الدوري، البطوله اللي عايزه نفس طويل. نادي الزمالك فقد نقط كتير قبل ما الراجل يجي، فاعتقد ان هو نادي الزمالك مش هيحاسبه على بطوله الدوري، وانما ممكن جدا الجماهير تحاسبه على مباراه نهائي الكاس، لان دي بطوله من مباراه واحده امام النادي الاهلي، واعتقد ان دي هتفرق معاه جدا جدا طبعا في مستقبله مع نادي الزمالك. اذا الراجل قدر ان هو يفوز ببطوله الكاس وعلى حساب الغريم التقليدي النادي الاهلي، اعتقد ده هيبقى يعني مفتاح للرجل ان هو يدخل قلوب كل الزمالكاويه وان هو يكمل بقوه. طب لو خسر العكس هيحصل، جماهير نادي الزمالك هتبقى غير راضيه عنه بسرعه جدا، لكن انا بقول ان الراجل كسب او خسر محتاج وقت، محتاج وقت، والوقت ده علشان تبان شخصيته مع الفرقه مش اقل من 3-4 شهور، يعني بنتكلم على نهايه الموسم. طب تفسيرك شكله.